ألا إن الدهر يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. يبتلي الله العباد ويدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمته وعلمه، لكنه لطيف بعباده، فإذا استرحمته رحمك. فانصب وجهك إلى الله وبث حزنك وهمك وغمك إلى الله، فإذا وجدت أبواب المخلوقين غلقت والنفس منهم أيست فتوجه إلى الله الذي لا يغلق بابه، وتوجه إلى من يحب منك أن تسأله وتضرع إليه وترجوه وناديه، فإنه يسمع الشكوى ويرفع الضر والبلوى. جل جلاله وتقدست أسماؤه، سبحان ربنا العلي الأعلى.